ماشي الزمالك وحش واللعيبه وحشه وكل الكلام ده، لكن تصريحات اللي بعد الماتش من مرتضى منصور وامير مرتضى والناس اللي بتتكلم كان بيقول لك ان احنا مش عايزين نلعب على ملعب استاد القاهره. زي مش انا ده ملعب استاد القاهره، ده الملعب اللي الزمالك فاز فيه كل بطولاته التاريخيه. انت على اخر الزمن هتطلعه نحس؟ هتطلع ملعب الزمالك نحس؟ ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ورئيس النادي بيقول لك ان لعيبه الزمالك اللي كانت هتجدد سحبت عقودها عشان خاطر ان انا اتحكم عليا. عيب عيب اللي انت بتقوله ده، عيب. ده حكم قضاء، ده حكم محكمة، وما ينفعش ان انت تستغل حكم المحكمة وتستغل الزمالك وجمهوره في مشاكلك.